استاذ اخبرنا بجوله البورصات محليا وببيروت الايجابيه طالت كل الاسهم المتداوله من اسهم سوليدار اللي عم تسجل مستوى قرب ال 12 دولار و20 سنت حتى سهم عكست المؤشرات مسارها الى ارتفاع بعد تصريحات من قاده الحزب الشيوعي تجاه محاربه التبذير وعوامل البيروقراطيه والفساد، كما ارتفعت الاسهم الصينيه باسرع وتيره لها بثلاث اشهر بدعم من سماح السلطات ببكين لشركات التامين برفع استثماراتها بالبنوك. بأوروبا ارتفاعات بفعل الإيجابية من آسيا بعد تصريحات قادة الحزب الشيوعي الصيني اللي عززت توقعات النمو العالمي ودفعت أسهم شركات السلع الأولية للصعود. إلى السلع إذن ومن الذهب يلي ارتفع ولقى دعم إضافي من مشتريات متصيدي الصفقات والأونصة فوق 1700 دولار. وارتفعت أيضا أسعار النفط كون اهتمام المستثمرين تحول من أزمة ميزانية الولايات المتحدة إلى الأمل بانتعاش اقتصاد الصين اللي هو أكبر مستهلك للطاقة بالعالم وبرنت فوق 110 دولار للبرميل. اليورو عم يتراجع بعكس السلع بعد ما زاد سندات إسباني كان مخيب للأمل وانخفاض فوق التوقعات بمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو، واليورو دولار عند 1.3369 تحديدا بهاللحظات. هي جولتنا الاقتصادية منتابعة معكم. منظمة الشفافية الدولية بتقريرها السنوي انه الفساد لا يزال مستشري بالعالم، وبتصنف الشفافية الدولية 176 بلد بحسب سلم مرقم من صفر اي اعلى نسبة فساد الى 100 اي ادنى نسبة فساد. صادق مجلس الشيوخ الامريكي بالاجماع على ميزانية الدفاع الامريكي لل 2013 والبالغة 631 مليار دولار.